أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور، وبصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك. هذه الحلقة رح أتكلم عن قول المسيح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كيف يصف المسيح ويعطي لنفسه الحق والصفة أن يتكلم بصفة إلهية؟ لأن هذه الصفة بحسب الكتاب المقدس الرب راعية. فكيف يقول أنا هو الراعي الصالح؟ وكلمة صالح لا تطلق إلا على الله. فما رأيك في هذا الموضوع؟ إخوتي وأخواتي، رح نروح مع بعض إلى الأراضي المقدسة وراح نسمع تعليم عن نفس الموضوع: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وبعد هذا التعليم راح نرجع مرة تانية للاستوديو، وراح تكون فرصة أنه نفتح الخطوط على الهواء مباشرة. إذا عندك سؤال، تعليق، مداخلة، أو حتى شيء بتختلف ولا توافق، بحب أسمع منك. بصلي من كل قلبي وأنت بتسمع هذا التعليم في المواقع الكتابية أنه فعلا الرب يفتح البصر والبصيرة، والرب يفتح القلب وتستنير ويستنير الذهن، وحتى نستقبل ونستوعب كلام الله. ابقوا معي حتى نشاهد مع بعض طبعا هذا التصوير من الأراضي المقدسة.